ماذا إذا كان الخروج من المنزل ملاذاً آمناً أصبح مستحيلاً في زمن كورونا؟ أين الملاذ حينها؟ منذ بداية الجائحة، منظمات وهيئات دولية وحقوقية على رأسها الأمم المتحدة ترصد تصاعداً كبيراً في العنف الأسري بالتزامن مع فرض إجراءات الحظر والعزل. قصص نساء وأطفال أحياناً أصبح المكان الذي يفترض أن يحميهم من أي خطر مصدر الخطر الأول. وفي وقت قد يبحث البعض عن حجج وتفسيرات وأعذار، تتعطل وسائل الدعم والإنقاذ لأسباب تتعلق بذات المعضلة، كورونا والحظر. حتى إذا استطاعت المرأة النجاة بنفسها والهرب، تعود أحياناً كثيرة إلى معنفها بحكم العيب. من يحمي النساء من زيادة العنف المنزلي في زمن كورونا؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. سنحاول أن نرصد الكثير من الآراء معكم إذن بطرق مختلفة ومتعددة، لكن حتى على نوافذ نقطة حوار الإلكترونية المختلفة وموقعنا الرئيسي حاولنا أن نرصد وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك وجدنا اتجاهين. هناك من ينفي وجود عنف أسري ناجم عن الحجر المنزلي، وآخرون يقرون بوجود هذا العنف، بل ويرون أن الظاهرة تفاقمت. حتى ضمن الفئة التي تنفي وجود هذا العنف تماما، إسماعيل شريف بعث لنا وقال: صارت الأسرة أكثر ودا، النساء اليوم أكثر سعادة، إن كانت متزوجة فهو الآن زوجها بين يديها، وإن كانت أما فالأبناء حولها، وإن كانت عذباء فمن المؤكد أن حبيبها حولها. النساء هن الأكثر استفادة من كورونا. أم أحمد النائب تقول: كورونا جعلني أشعر أني متزوجة من رجل جديد تماما غير الذي تزوجته قبل 50 عاما، لأنه يخاف كورونا ولا يوجد غيري لكي يواسيه. سبحان الله، كورونا كورنا جميعا ككرة واحدة. فئة أخرى ترى أن العنف تزايد بالفعل في حياتنا الأسرية بسبب كورونا، منها أمير ساطع الذي غرد: العنف ضد النساء ربما ارتفع في الفترة الأخيرة، وهو لا يدري إلى متى سيظل البعض، بعض البشر، بهذه الهمجية. المرأة هي صاحبة الدور الأهم من وجهة نظر أمير في الحفاظ على صحة العائلة، وللأسف كما يقول أمير، البشر يتقدمون بالتكنولوجيا لكنهم يتخلفون أخلاقيا. هذه الفكرة اختصرها ولدافة في قول بسيط: على الدولة أن تربط أيادي الرجال إذا أرادت أن تحفظ أمن الأسرة. سأعود لاحقا لكي أعرض الكثير من الآراء التي وردت أونلاين، لكن سريعا رحبوا معي بضيفتي عبر خدمة سكايب من تونس، الأستاذة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تونس. معالي الوزيرة، أهلا بحضرتك معنا في نقطة حوار في رصد لواقع هذه الظاهرة في تونس. وجدنا أن العنف تضاعف 5 مرات هذه الفترة إذا ما قارناه في العام الماضي، ووجدنا 40 بلاغ من نساء لعنف أسري. معقول هذه الأرقام تتضاعف بهذه الطريقة؟ لماذا من وجهة نظرك؟ مساء الخير، تحياتي لكافة المشاهدين والمستمعين، شكرا على الاستضافة. حقيقة الأرقام تضاعفت كما تفضلت بذكر ذلك، تضاعفت بما يزيد عن 5 مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارتة. هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تفسر هذه الوضعية. أول هذه الأسباب هو أن الحجر الصحي كما تم ملاحظته في عديد الدول التي مرت بهذه التجربة من شأنه أن يوتر الأجواء داخل الأسرة، من شأنه أن يجعل منسوب الضغط النفسي يرتفع داخل الأسر، وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن يجعل العلاقات يعني أكثر حدة وأكثر توتر، وهذا التوتر من شأنه أن ينجم عنه حالات أحيانا من العنف، سواء كان عنف نفسي أو عنف جسدي. بس هل يشترط برأيك أستاذة أسماء أن
تكون الأسرة أصلا مفككة بشكل أو بآخر، أو فيها عامل العنف هذا موجود يتصاعد صحيح مع كورونا، ولا ممكن أسرة تكون مستقرة تماما وهذا الظرف يولد فيها العنف إذا جاز التعبير؟ أكيد أن الظروف داخل الأسرة متى كانت متفككة فإنه وضع الحجر الصحي سيزيد الوضع سوءا، هذا ثابت. ولكن أحيانا حالات التوتر النفسي تصاحب حالة الحجر الصحي باعتبار أن الناس غير متعودون على وضعية البقاء لمدة طويلة داخل المنزل، وهذا الوضع من شأنه أن يجعل العلاقات أكثر حدة، من شأنه أن يرفع منسوب القلق داخل الأسرة، من شأنه أيضا الخوف من المرض، من شأنه أن يجعل الإنسان في وضعية نفسية غير مريحة، وهذا يكون من بين الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الضغط. بس ولكن الأرقام معالي الوزيرة ربما تكون مقلقة خاصة في تونس، لأن تونس حالة شديدة الخصوصية. عام 2017 هي الدولة الوحيدة التي لديها قانون كامل لحماية المرأة من العنف، وبالرغم من ذلك نرى كل هذه الأرقام المتصاعدة. أكيد، ولكن ما يمكن أن نؤكد عليه هو أن الوضع الحالي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي من شأنه أن يعني يجعل الأوضاع داخل الأسرة نوعا ما تكون هشة أحيانا أو تكون عرضة أكثر للقلق للتوتر، وهذا لم نلاحظه فقط في تونس، يمكن أحنا تونس ما يجعل التجربة محل حديث من قبل العديد من الإذاعات هو أن الأرقام نفصح عنها ويتم التداول بشأنها بشكل يعني عام وعلى مستوى الإعلام حتى يتم التركيز على هذه الظاهرة في إطار سياسة الحد منها. ولكن ما نلاحظه أيضا في العديد من الدول الأخرى هو أن هذه الظاهرة موجودة وتطورت وارتفع العدد، عدد حالات العنف وحالات الاعتداء للأسف داخل. وسنرصد أستاذة أسماء في دول أخرى، لكن ماذا تفعلون لمقاومة الظاهرة؟ أعلم أن هناك خط ساخن للإبلاغ عن هذه الحوادث المشابهة، ما هي الإجراءات التي تتخذ؟ وأرجوك إبلغينا بهذا الخط الساخن حتى إذا كان من التونسيات من يتابعنا نقطة حوار اليوم. شكرا. في الحقيقة احنا بصورة استباقية وبالنظر لما تم ملاحظته في مستوى تجارب أخرى مقارنة لاحظنا أن منسوب العنف يرتفع في مثل هذه الوضعيات، لذلك بادرنا بشراكة مع جمعيات تشتغل على هذا الموضوع مع الوزارة وبشراكة مع العديد من الأطراف التي تساهم معنا في إنجاح هذا المشروع. تم وضع الخط الأخضر الذي يشتغل منذ 2016 في تونس وهو على ذمة كل من يتصل للإبلاغ عن حالات عنف يكون يعني ضحيتها نساء أو أطفال، وهو الرقم 1899 1899. وهذا الخط كان يشتغل قبل إعلان حالة الحجر الصحي بحسب التوقيت الإداري. منذ إعلان الحجر الصحي أصبح هذا الخط يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة، سبعة أيام كاملة مدة الأسبوع بأكمله وكامل اليوم بأكمله، وهو ما مكن من أنه يقع متابعة مختلف الإشعارات. هذه نقطة شديدة الأهمية أستاذة أسماء، لأن بعض الجمعيات للأسف نتيجة للحظر والعزل لم تعد قادرة على أن تؤدي دورها بنفس الفعالية. جيد جدا أن حضرتك بتقول لنا أن التجربة في تونس وهذا الخط مستمر، بالعكس ضاعف عمله. شكرا جزيلا أستاذة أسماء سحيري وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تونس. وأكرر فقط أن الرقم الذي أخبرتني به معالي الوزيرة هو 1899 لكل التونسيات التي يتابعن نقطة حوار إذا كان لديهم شكوى يريدن الإبلاغ عنها. نحن عموما حاولنا التواصل مع الكثير من الجهات في دول عدة لكي نقف على هذه الظاهرة. لدينا معلومة أن ظاهرة العنف المنزلي زادت، لكن نريد أن نسمع منكم أنتم. واحدة من تلك المنظمات التي تواصلنا معها هي منظمة أبعاد، وهي مؤسسة مجتمع مدني في لبنان مهتمة بالأساس بفكرة تحقيق المساواة ما بين الجنسين وبتقديم العون للنساء ضحايا العنف. المنظمة زودتنا بمجموعة من الشهادات المصورة لسيدات وجدن أنفسهن ضحايا لعنف أسري تزايدت وتيرة كثير
الأخيرة للأسف مع انتشار فيروس كورونا ومع فرض إجراءات إغلاق تام في لبنان. أنوه فقط أن السيدات يخفين وجوههن حرصا على السلامة، كذلك قمنا بتغيير الصوت بشكل كبير منعا لكشف الهوية. دعونا بداية نسمع حكاية إقبال، الحالة المادية السيئة والعمل المتقطع بالنسبة لها مع البقاء في المنزل بسبب كورونا كانا في حالتها سببا كافيا للضرب. أنا سيد لبناني عمري 33 سنة مزوجة وعندي 5 أولاد، وزوجي كان يشتغل، وضعنا المادي كثير سيء، كان يشتغل فترة ويقف فترة، وهلا بهالظروف قاعد بالبيت. هو أصلا نحن وضعنا المادي كان كثير تعيس، وهلا أتعس بزيادة، وصار يضربنا ويضرب الأولاد ويتخلى ويتفشش فينا بالعزيمة. إقبال لجأت للمنظمة لكي تساعدها على أن تحميها بشكل أو بآخر، كما استمعنا 5 أطفال وتتعرض للضرب بشكل يومي، زادت الوتيرة بشدة بسبب كورونا. أنوه فقط أعتذر لأن الصوت تم تغييره لحماية هؤلاء وحماية هويتهم، لكن القصص متشابهة ومتقاطعة. ربما في حالة نهال هي لديها قصة هي الأخرى، العنف في حالتها قديم صحيح، لكنها كانت قد استطاعت أن تحجم هذا العنف بعد أن توجهت لمنظمة أبعاد ولغيرها من الهيئات. للأسف العنف عاد من جديد مع كورونا وبشكل أصعب. كانت العنف الأسر المشيخ الزوجي من بعد ما وجاءت لجمعية أبحاث حلتها المشاكل كلياتها، بس من بعد ما رجعت قصه الكورونا واضطرينا نقعد بحجر المنزلي وزوجي فقد شغله، رفع هذا العنف وعم بيزيد، وصار في العنف نفسه، فاضطريت من بعد ما تحملت كثير عنف نفسي اني اتركهم انا بمكان مني احب يكون فيه، وانجبرت عليه، بتمنى الازمه تخلص. أعتقد أن الجملة الأخيرة ربما تلخص الحالة، وأدعوكم أن تفكروا فيها، وإذا كنتم أنتم مكان نهال هي أصبحت مجبرة على التواجد في مكان لا ترغب في التواجد فيه أصلا مع ازدياد وتيرة العنف، إحساس شديد العنف أتصور وشديد القسوة على نفسها. ريم لديها هي الأخرى قصة، وبسبب الفيروس وبسبب التواجد في المنزل تواجه مرحلة صعبة جدا، تقول إنها مرحلة شديدة الصعوبة اقتصاديا ومعيشيا، وتتمنى للفيروس نهاية. هجي المنزل، أنا مرة عندي عائلة صار الوضع صعب كثير، وقف الشغل، وخاصة هلا الزلمة صار بالبيت بيزيد المشاكل، بصير المرأة والزلمة يفشوا ببعضهم، والضغوطات النفسية، وصار مسؤولية علي كتير كبيرة، وخاصة وقف الأشغال وعم بيزيد الضغوطات، وخاصة كمان بزيد المشاكل بالبيت وضغوطات الحياة. أنا عم واجه مرحلة صعبة كتير بحياتي، وصار بسبب الوضع الاقتصادي والمعيش الصعب، بتمنى تمر الأزمة على خير. أعتقد أيضا أن الصورة على الأقل تشي بالكثير. ريم اختارت أن تسجل هذا المقطع وهي تواجه الكاميرا للستارة كي لا يتم التعرف على هويتها، وتكرر ذات الأمر، الضغوط الاقتصادية الكبيرة، الحالة النفسية السيئة ضاعفت من العنف الذي تتعرض له بشكل أساسي، ولا أحد ينقذها من هذه الدوامة كما فهمنا. فرح لديها قصة مؤلمة، لكن هذه المرة روتها من داخل أحد مراكز الإيواء. وكنت عم بتعرض للعنف من زوجي لأني مع مرض أعصاب وانفصال شخصية، أنا وبنتي كنا نتعرض من قرايبين حتى وصلت أتعرض، لأنه يعني صار ليش تقول له إنه ما في حد يحميني وهيك، وقلت له إنه خصوصي بإجا مرض كورونا وصارت الضغوطات أكثر وصرنا قاعدين بالبيت، يعني ما عاد فينا نطلع ولا شيء، صار نهاية الشيء إنه صرنا نتعرض للعنف أكثر من يعني ريازي. أنا وبنتي كمان، وصرنا إنه بدنا بس يعني إنه حدا يحمينا، ولجأنا للجمعية حتى
يعني نصل للأمانة أنا وبنتي حتى نعمل على حال من العنف وحتى إنه لأني أنا طلعت أنا وبنتي وهربت بنتي ووصلت لهذا البلد بس لأني بدي أمن على بنتي وأخذها يعني إنه أمن عليها من العنف. طيب لجأت فرح للجمعية حتى بالرغم الهروب، حاولت حماية ابنتها، وبالرغم من ذلك هي لا تأمن على نفسها من تهديدات كثيرة تواجهها، وتطرقت هي للبعد النفسي حتى والضغوط الكبيرة التي تتعرض هي لها وكذلك ابنتها. أنا أشكر جدا منظمة أبعاد على توفير كل هذه الحالات، وأنا واثق أن هناك الحالات كثيرة جدا مشابهة ربما تروي ذات المعضلة أو ذات المأساة للأسف لهؤلاء النساء. سأحاول أن أبحث أكثر في واقع هؤلاء على وجه التحديد وعلى خدمة سكايب. أرحب من بيروت بالأستاذة حياة مرشاد، هي ناشطة وصحفية ومديرة للحملات والتواصل في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني. يا سيدة حياة، أهلا بحضرتك. كما الحال رصدناه في تونس، ارتفاع كبير جدا في نسبة التبليغات عن العنف بالنسبة لكم، بالنسبة للتجمع النسائي الديمقراطي. الأمن الداخلي يقول إن نسبة الزيادة وصلت ل 100%، ربما هل السبب هو كورونا؟ بلبنان التبليغات للأسف موضوع الإحصائيات فيه إشكالية كبيرة، ولكن إذا بدنا نقول التبليغات بالفترة الأخيرة في عنا أرقام لقوى الأمن الداخلي اللي ذكرتها يلي بتشير أنه نسبة العنف ارتفعت 100% مقارنة بشهر آذار 2019، وفي أيضا منظمات أخرى مثل أبعاد، مثل غير منظمات، مثل نحن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بنستقبل كمان بلاغات على الخط الساخن. بالنسبة لنا نحن مثلا على الخط الساخن للتجمع زادت نسبة التبليغات عن العنف 180% بشهر آذار مقارنة بشهري كانون الثاني وشباط 2020. 180 يا أستاذة حياة، هل يعني اعذريني بس على المقاطعة، هل يبقى بعد هذا الرقم شك أن البقاء في المنزل أو كورونا والعزل هو السبب، أم أنت واثقة أن هذا هو السبب؟ لا، هو سبب كتير كبير طبعا. بلبنان في تحليلات شوي عم بتحلل اكثر انه بلبنان كنا مرقنا بازمه اقتصاديه قبل ازمه كورونا، كمان تركت بثقلها على النساء، ولكن موضوع الحجر المنزلي هو موضوع كتير حساس واساسي ولازم الاضاءه عليه، لانه اليوم حتى انواع العنف استاذنا اختلفت. يعني اليوم النساء اللي عم تتصل تبلغ في حالات عاليه الخطوره، نساء مهددات بالقتل، نساء بيقولوا نحن بدنا ننتحر اذا ما التقلنا خيار، ويمكن حوادث العنف اللي عم بتصير بالقليلة إذا بقول لك بالأسبوع الماضي بلبنان، أب كب بنتين عن شرفة منزله، امرأة طعن زوجها 7 طعنات بالسكين حتى الموت، امبارح في طفلة عمرها 5 سنوات قتلها أبوها هو وعم يضربها. يعني هول الحالات إذا بدك بهول بهذا الأسبوع اللي ماضي، فأنواع الجريمة صارت أخطر لأنه اليوم المعنف موجود كل الوقت مع هذه الامرأة بظل للأسف ضعف آليات الحماية. المنظمات عم تحاول تحط خطط طوارئ، الدولة عم تحاول يمكن بمحل أنه شوي تكون عم تقدم دعم بهذا الإطار، ولكن للأسف هيدا فينا نقول أنه منه كافي. يعني اليوم لازم يصير في تشدد. أنا أتوقف بس عند فكرة أن حضرتك بتقولي أنه الحالات عالية الخطورة نسبتها كبيرة، وصل لنا أن هذه النسبة 20%، يعني خمس الحالات اللي بيتم صحيح الإبلاغ عليها. ماذا تفعلون لهؤلاء؟ يعني هؤلاء بحاجة لتدخل سريع جدا أتصور، هل لدينا إمكانيات التدخل هذه؟ طبعا التدخل بهذا الوقت عم بيكون شوي صعب بسبب حالة التعبئة العامة وبسبب كل الظروف، ولكن نحن عم نحاول نعمله انه قانونيا نلاحق القضايا، نتابع بالمخافر، عم نحاول نضغط انه يصير في شوية تشدد بالمخافر رغم الاوضاع الضاغطة هلا مع القضاة ومع المحاكم، انه يتم عن جد اتخاذ قرارات تحمي هول النساء من المعنفين. كمان في نساء عم بيطلبوا ملجأ آمن، في
بلبنان الملاجئ عندنا مش تابعة للدولة، طبعا هي تابعة لمنظمات نسوية ومدنية. في ملاجئ مش عم تستقبل نساء لأنه عم تخاف تكون حاملة لوباء كورونا، في ملاجئ عم تستقبل، ولكن خوفنا أنه قديه السعة الاستيعابية للملاجئ اليوم، خاصة أنه في طلب عالي. يعني نحن 13% من الحالات اللي وردتنا بأزار كانت عم تطلب أنه هي بدها تطلع من بيتها وبدها ملجأ آمن أنا لها. بحاول أفكر مع حضرتك لأنه من حديثك للأسف يعني واضح أنه كورونا يحاصر هؤلاء النسوة تماما، يعني من عنف صحيح. منزلي جوه البيت حتى إذا حاولنا اللجوء إلى ملجأ، أحيانا يمكن أن يكون الخوف من الإصابة كما تفضلتي مانع أن يتم السماح لهم. هل لدينا قانون أصلا يحمي النساء في لبنان؟ وما الجهة المسؤولة عن تطبيقه في هذه الحالة؟ نعم، في لبنان هناك قانون لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وهذا يعني هذا القانون ساهم بالسنوات الأخيرة بأنه يتم حماية عدد كبير من النساء، يطلع لهم قرارات حماية بالمحاكم تمنع المعنف من التعرض لإلهم. هذا القانون طبعا القضاء هو يلي مولج انه يطلع قرارات الحمايه بهذه الملفات، وفي متابعه حثيثه من المنظمات. يعني نحن وحده من المنظمات يلي بتقدم دعم قانوني للنساء، بنترافع عنهم قانونيا قدام المحاكم وبنتابع حتى يقدروا يوصلوا على طيب. الخدمه. استاذه حياه، انا قبل بس ما اسيب حضرتك ارجوكي، لانه منذ قليل وزيره الاسره في تونس اخبرتني برقم خط ساخن إذا كان هناك حالة تريد أن تبلغ. في لبنان هل لدينا هذا الرقم؟ أرجوك اذكريه لنا. صحيح، بدي أعطي رقم الخط الساخن للتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني يلي بيقدم دعم نفسي واجتماعي وقانوني، هو 71-500-808. أيضا في رقم لقوى الأمن الداخلي 1745، كمان في حال في أي شاهد لحالة عنف أو إبلاغ كمان فيهم يتصلوا مباشرة بقوى الأمن، وإذا كان بدهم دعم منظمة خاصة قانونيا ونفسيا فيهم يتواصلوا معنا على الخط اللي ذكرته. أنا أشكر حضرتك جدا جدا على التواجد معنا أستاذة حياة. شكرا جزيلا. السيدة حياة مرشاد، الناشطة والصحفية ومديرة الحملات والتواصل في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، كانت معي على سكايب من بيروت. نحن توجهنا لتونس، توجهنا لبيروت، نتحول للكويت الآن، ولأن الكويت حالة خاصة أيضا أناقشها مع ضيفتي عبر سكايب السيدة عذراء الرفاعي، المحامية وعضوة فريق إيثار لحماية المرأة من العنف. يا سيدة عذراء أهلا بحضرتك. لا قانون لحماية المرأة من العنف في الكويت كما فهمت، ما العمل طيب مع حالات مثل تلك؟ طبعا في بداية الحديث نحن دولة، يعني دولة قانون ومؤسسات، لكن للأسف لا توجد بها قوانين تحمي المرأة الكويتية أو المرأة الموجودة على هذا الأرض من أي حماية من العنف الواقع عليها، فقط تجرم الأفعال يعني القانونية التي تدخل أو هناك عقوبات لها، لكن للأسف لا وجود مراكز إيواء ولا وجود مؤسسات دولة تحمي المرأة ولا وجود أي جهة إدارية تستقبل المعنفات إلا وجود فريقنا، الفريق يعني الذي عدده يعد على الأصابع، يقوم بحماية المعنفات بما نستطيع أن نقدر. وأي امرأة معنفة يجب أن تكون كاملة سن الرشد من 21 سنة حتى أقوم بخدمتها وتقديم الحماية. إذا كانت الكويت دولة قانون كما تفضلتي، ما الذي يعيق إصدار قانون بهذه الأهمية؟ حتى الآن لم تلقى المرأة أهمية في مجلس الأمة حتى يتم إصدار قانون لحمايتها من العنف، وهذا أمر لا يجب أن يمر بسهولة أتصور. يعني كيف لم تجد المرأة أهمية في مجلس الأمة؟ سيدي الكريم، من 2017 في نهاية نوفمبر أعلنت وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح بافتتاح مراكز إيواء المعنفات في منطقة الأحمدي، وحتى الآن من تاريخ افتتاحها حتى الآن لم ترى النور في استقبال أي حالة. مركز الاستماع فنر كذلك تم الإعلان عنه في نهاية نوفمبر 2017، وحتى اليوم لم نسمع الخط الساخن لهذا المركز الاستماع، فمعناه أن الدولة لا ترعى بال للمرأة في حمايتها من أي عنف واقع عليها. نحن كثير من السيدات العنف فعلا يا أستاذة عذراء بالتزامن مع كورونا في الكويت؟ طبعا احنا بالتزامن مع كورونا فتح لنا باب آخر بسبب أن احنا ناشطات نستقبل الحالات المعنفة في زمن كورونا، نحن نجد أن العنف زاد أكثر. طبعا لا نقول ان الكورونا هي السبب الرئيسي، السبب موجود،
لكن بسبب الحظر وكذلك الأوقات التي توجد المعنفة مع المعنف داخل الأسرة، زادت عندنا حالات الاتصالات وحالات كثيرة للشكوى. للأسف لا يوجد لدي ولا إدارة تستقبل هذه الحالات حتى أقوم بحمايتهم. عندي ضحايا قمت بإيوائهم مع فريقي عن طريق يعني نقول إحنا أمور خاصة فينا على نفقاتنا الخاصة، قمنا بحمايتهم بعد أن قام المعنف بطردهم من البيت. أنا أتصور أن هذه ربما أقصى حالة على الإطلاق تحدثنا إليها إلى الآن، لأن واضح أن هناك غياب لجسم محدد يواجه هذا النوع من العنف. وأتمنى أن بعد هذا البرنامج يجتمع ويستمع المسؤولون في الكويت للنظر لهذه القضية المهمة. هل معنى ذلك يا أستاذة عذراء أنه لا يوجد مثلا خط ساخن للدولة بالمجمل أو جهة قومية معينة تستطيع المرأة أن تلجأ إليها تماما؟ لا يوجد ذلك، لا يوجد نهائيا، لا يوجد لدينا خط ساخن. يوجد الخط الشخصي لي، يتم التواصل من قبل المعنفات عن طريق الحسابات الخاصة في برامج التواصل الاجتماعي، وكذلك خطي الشخصي يتم التواصل من قبل المعنفات حتى أقوم بتوجيههم ومساعدتهم. وفي كثير من الحالات لا أستطيع القيام بأي شيء لعدم وجود أي مكان يقوم بمساعدتي في ذلك. الحين أنا عندي حالة بسبب عدم وجود قسم التوكيلات لوزارة العدل، لم أستصدر وكالة من المعنفة، قام يعني ذويها برميها في مستشفى الطب النفسي ويدعون أنها مريضة نفسيا فقط للتخلص منها. للأسف مع التواصل مع المسؤولين في الطب النفسي رفضوا دخولي لعدم وجود وكالة قانونية. في حالة العجز وإغلاق جميع مؤسسات الدولة، أنا عاجزة لتقديم الحماية للمعنفات في دولة الكويت. أستاذة عذراء أنا أشكرك شكرا جزيلا، وباسم أعتقد كل من يتعرض لهذه الممارسة البشعة في الكويت، استمري في الإداء بعملك حتى يفيق المسؤولون على الأقل ويضبطوا الأوضاع لديك. عذراء الرفاعي المحامية وعضو فريق إيثار لحماية المرأة من العنف كانت معي على سكايب، شكرا جزيلا. لاحقا سأرصد الواقع في دول مختلفة، هي ليست فقط الكويت وتونس ولبنان، لدينا نظرة سريعة على الوضع. لكن يجب أن نعود الآن لكثير من المشاركات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بالمجمل نستطيع أن نصنفها لفريقين أو مذهبين، بين من نفى أي تأثير لكورونا على زيادة العنف ضد المرأة، ومن أقر بوجود العنف بل وزيادته كثيرا كثيرا مع إجراءات الحظر. الرأي الذي ينفي تماما فكرة العنف يستند إلى انشغال الناس أصلا بمحاولة توفير الاحتياجات الأساسية في ظل شح بعض السلع والبضائع. من بينهم تعليق لهانيبال قصورة ينفي أي تأثير لأزمة كورونا لأن المصيبة تعم على الجميع كما يقول. أسامة حضار يذهب حتى إلى وصف حالات العنف بأنها حالات نادرة تماما في زمن كورونا. يقول أسامة ملء المطبخ وتوفير الكمامات هما الهدف الأساسي للأسرة الآن. أعتقد أن الحالات التي عرضناها إلى الآن ليست بهذه الندرة يا أسامة. لدينا آراء أخرى اعتبرت أن مسألة العنف ترجع بالأساس لطبيعة العلاقات داخل الأسرة أصلا قبل أزمة كورونا، وفي هذا الكثير من المنطق ربما. حسين الريد يقول إن الأمر مرتبط أساسا بالعلاقة الإنسانية في المنزل، فإن كان هناك وفاق ووئام صار كل شيء على ما يرام، ولو كان الأمر عكس ذلك فإن 5 دقائق فقط تحول المنزل إلى جحيم. مثنى المالكي اعتبر أن الأمر ينطوي على الكثير من المبالغة، وقال لنا لما لا نحمي الرجال أيضا من العنف المنزلي، أم أن المسألة فيها إن يعتقد أن البعض يبالغون. الرأي الغالب على التعليقات التي تأتي في المقابل يرى تزايدا كبيرا في العنف ضد المرأة بسبب الأزمة وبسبب العزل والحجر ومنع التجوال. بشير ملاك مثلا يرى أن كورونا وضع آلاف النساء وآلاف الأطفال في خطر وأمام احتمالية تزايد العنف المنزلي، في حين تبدو الحلول معدومة لأن الفيروس المعشش في خلايا بعض المنازل أشد فتكا كثيرا من كورونا.
ضربها البعض ممن أرسل للمشاركات مثالا ببعض الحالات التي تداولتها وسائل الإعلام بالفعل، مثل الدكتورة الإيطالية التي قتلها صديقها ظنا أنها نقلت إليه العدوى. هبة كتبت تغريدة لها وتقول: اسم الطبيبة هي لورينا كورانتا، الإيطاليون كتبوا اسمها على الشراشف وعلقوها على بيوتهم، العنف ضد المرأة في كل مكان وزاد بنسبة مخيفة. وأضيف لهبة أن تقريبا كل الدول، فرنسا تصاعد فيها العنف ضد المرأة بسبب كورونا 30%، الأمر كذلك تم رصده في ألمانيا وفي الولايات المتحدة وهنا في بريطانيا وفي غيرها من الدول. غانم النجار عبر عن المشكلة بلغة الأرقام كما أراد، وقال لنا أن العنف المنزلي زاد بنسبة 36%، هو يشير إلى موضوع فرنسا ويقول: فرنسا تشهد مقتل امرأة كل 3 أيام على يد شريكها، رقم مرعب حقيقة. يبدو أن المتاعب الواقعة على كاهل النساء لا تأتي كلها في شكل عنف بالضرورة. أحمد مثلا ضرب لنا مثالا بالواجبات المنزلية التي زادت كثيرا في فترات الحظر وتحملتها النساء بالمجمل، في حين يمكث الرجال في المنزل ويطالبون بالمزيد من الأطباق والأكلات المتنوعة. أخيرا مها تقول لنا في تغريدة: إن القانون عليه أن يتصدى لأشكال العنف في زمن كورونا وفي غير زمن كورونا، وفقا لتوصيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها أغلب دول العالم. هذه فقط عينة من الآراء التي جاءت إلينا على مواقعنا الإلكترونية. طبعا الأمر مفتوح على مدار 24 ساعة، استمروا في الإدلاء برأيكم، وأنا كذلك سأستمر في عرض الكثير من الحالات التي ترصد هذا الواقع وترصد تصاعد العنف، أو ما يقول البعض بأنه تصاعد للعنف ضد المرأة مع أو تزامنا مع كورونا. من ضمن هذه الحالات حالة ياسمين. ياسمين كان لديها قصة طويلة مع العنف المنزلي حتى قبل كورونا، تركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أهلها في محاولة للابتعاد عن مصدر العنف، لكن ما بعد الحجر لم تكن التواجد في منزل الأهل بالنزهة بالنسبة لها، بل أضاف بعدا جديدا لفكرة العنف ضدها. ياسمين تتحدث إلي من المغرب. ياسمين أهلا وسهلا، واحكي لي عزيزتي ما هي قصتك؟ أهلا وسهلا فيك وشكرا لاستضافتي في البرنامج. أهلا بيك. بصراحة زي يعني ما قلت حضرتك، كان في عنف بين الزوجية، والحمد لله، أنا بقول الحمد لله إني إجيت على البيت. يعني لو ضليت بين الزوجية وفي هالزمن هالكورونا وهالأزمة وهالضغط، يعني ما أعرف شنو كان راح يصير لي أنا ولا أولادي صراحة. أنا أسمع طفلك بجانبك ياسمين، ربنا يديله الصحة والعافية أولا. هل هو أيضا كان متلقي للعنف مثلك، ولا العلاقة بينك وبين زوجك هي التي كانت تتسم بالعنف وابنك ملوش علاقة؟ وبصراحة لما يعني يكون عنف، يعني لما تكون يعني المرأة بتعنف، يعني هذا العنف بيصيب حتى الأطفال، يعني بيصيبهم عنف معنوي. يعني واحد بيشوف أمه عم تتدرب ولا عم يعني بتتسب ولا بتتهان، يعني هذا بيأثر في نفسية الأطفال. أنا هذا الشيء أثر في نفسية أطفالي بعدين، يعني صاروا أطفال يعني أكثر عصبية، أكثر صراخ، أكثر ما في استقرار نفسي. كم أعمارهم ياسمين؟ عندي طفل عامين ونصف وبنتي عام وثلاث شهور. ما شاء الله، الله يخليهم. تركتي منزل الزوجية وذهبتي لمنزل الأهل وفي ظل ظروف كورونا، واضح أن الأمر كان مزيد من الضغوط عليك، كيف؟ والله كثير ضغوط، كثير ضغوط، كثير ضغوط هون، ضغوط هون بسبب الحجر الصحي، بسبب أنه ما في خروج. فيك تتخيل يعني بيتي 10 أفراد وثلاث أطفال صغار، وضغوطات ضغوطات ضغوطات أكبر، واللي يعني اللي بينضغط أكثر واللي بيتدمر نفسيته أكثر هو أنا. ليش أنا؟ لأن يعني أنا اللي خرجت من بيت زوجي، أنا اللي بتلام، أنا اللي بتعاتب، أنا وأنا وأنا وأنا. فيك تتخيل، والله صار معي يعني مرض صداع نصفي مزمن، ف
تضع نصفي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. يعني هناك لوم واضح شديد مستمر للأسرة نظرا ان هم نفسهم معرضين لضغوط. احاول اتخيل معك 10 أفراد بالفعل في منزل واحد، هل حاولتي ان تلجئي لجهة ما لحل القضية الأساسية مع زوجك او حتى اللجوء للقضاء مثلا للانفصال عنه ياسمين؟ انا يعني لما انا قررت اني اتطلق منه بس المحاكم بسبب أزمة كورونا كلها معطلة، وأنا كل ما اتصلت بمحامي عشان استشارة وعشان يعني يدلني بيقول إنه ما في يعمل شيء بسبب هالأزمة، بسبب الأزمة بيقول لي ما فيكي غير تنطري وتصبري. يعني كورونا ليست سبب فقط لزيادة الضغوط عليك في المنزل، لكن حتى لا تستطيع أن تحصلي على حقك الآن لأن القضاء معطل كما أفهم منك. هيك. طيب ياسمين، أنا لا أستطيع أن أقدم دعما آخر يا عزيزتي، كوني قوية وبالتأكيد سيمر هذا الظرف، وأتمنى أن يستمع علينا أحد اليوم ويحاول ربما أن يساعد في حل مشكلة ياسمين وغيرها. شكرا جزيلا على التواجد معنا، وخليني أبقى في المغرب ربما لدى ضيفتي التالية بعض من الحلول. من الدار البيضاء أرحب بالأستاذة بشرى عبدو رئيسة جمعية مكافحة العنف ضد النساء في المغرب. يا سيدة بشرى أهلا بحضرتك، وأنا سأبدأ مما انتهت ياسمين ربما، هي ليس فقط العنف المنزلي بسبب كورونا وليس فقط ضغط الأهل، هي تحاول أن تصل إلى حل قضائي لكن كورونا يمنع عنها ذلك، القضاء معطل تماما. هل يؤثر فعلا الفيروس على سير العدالة أو سير القضاء أو حتى على عمل المنظمات مثل الجمعية التي ترأسيها؟ بالطبع العمل الجمعيات هو كان عمل عادي جدا، ولكن بعد هذه الأزمة أصبح بوتيرة أخرى، أي أصبح عن طريق الهاتف وتقديم كل الخدمات من استماع من إرشاد من توجيه ومن دعم نفسي وكذلك من أجل الإيواء. للأسف الشديد هو أن عدة قطاعات هي قطاعات معطلة نظرا لأنها خاص ضروري التواصل المباشر مع النساء المعنفات، ولكن هناك بعض الجهات اللي بقى فاتحة الباب من أجل القيام بدعم النساء، خاصة مثلا اللي تكلمنا على الصحة أن هناك مستشفيات ما زالت تستقبل النساء المعنفات من أجل إعطائهم شهادة طبية. كذلك هناك مخافر الشرطة اللي ما زالت كذلك تستمع للنساء المعنفات من أجل تسجيل وصياغة المحاضر للضحية، ولكن يمكن كاين هناك استشارات قانونية عن طريق المحامي من أجل وضع شكايات النساء من أجل الطلاق، ولكن للأسف الشديد هل القانون كافي يا أستاذة بشرى لحماية هذه الفئة سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية مثل الظرف الذي نمر فيه؟ بالطبع القانون وحده ماشي هو الحل من أجل حماية النساء، هناك ضروري خلق عدة مبادرات وعدة آليات من أجل الحماية. تكلمنا مع السيدة مثلا اللي مشات عند عائلة ديالها، خاص يكون تكوين مهني، فرص عمل شغل للنساء من اجل الاستقلال الاقتصادي، وهذا كله يفيد انهم يكونوا نساء قادرات قويات وفاعلات داخل المجتمع، لان مش فقط الطلاق هو الحل ولا الزوجيه هو الحل، بل كذلك الحل هو ان يكون نساء قادرين يفعلوا داخل المجتمع وقادرين يتحملوا مسؤوليتهم وقادرين. ما هو هذا ما نسميه دائما فكرة تمكين المرأة، أنا إذا مكنت المرأة أو استثمرت فيها بالتالي ستستطيع أن تتجنب الكثير من القضايا كتلك التي نناقشها. إذا تعرضت امرأة لهذا النوع من الممارسات يا أستاذة بشرى، هل لدينا جهة ما تستطيع أن تتوجه إليها أو حتى رقم هاتف، رقم خاص تستطيع أن تطلبه لكي يقدم لها النجدة والدعم؟ دابا حاليا في المغرب تقريبا مجموعة جمعيات نسائية على الصعيد الوطني وضعت رهن إشارة النساء المعنفات أرقام هاتفية من أجل اتصال من أجل الدعم، مثلا جمعية تحدي للمساواة في الوطن جمعية، بس لا يوجد رقم قومي عام لكل البلد. لا يوجد رقم قومي عام، لا يوجد، فقط هناك مبادرات لجمعيات نسائية من أجل الاتصال ومن أجل دعم النساء. شكرا جزيلا يا أستاذة بشرى. السيدة بشرى عبدو رئيسة جمعية مكافحة العنف ضد النساء من المغرب، شكرا جزيلا لك على التواصل
وصلتنا الكثير والكثير والكثير من الحالات ومن القصص، جميعها للأسف شديد الإيلام بالنسبة لنا. وواحدة منهم هي إيمان الخطيب، تنضم إلي الآن عبر سكايب. إيمان هي ضحية للعنف من الأهل. إيمان أهلا بك، وما هي الحكاية على وجه التحديد؟ على وجه التحديد نحكي عن آخر شيء اللي صار بالكورونا، يعني بالحظر، انه تعرضت كانك تحكي انه ارهاب، والقصه اللي سمعتوها يعني ما بعرف الكل بيعرفها، انه قله المصاري والوضع تبع الحظر بين كثير اشياء كان الواحد بحاول يخبيها او بحاول انه يغض البصر عنها. بس بالنسبه للحظر اجتمعنا يعني باوقات كثيره، فخلت كل شيء يبين اكثر، يعني اللي كان يصير مثلا مرة أو كيف زاد الحظر من هذه المعضلة؟ يعني واضح أن لديك تاريخ من هذا النوع من الممارسات داخل الأسرة، لكن كيف زاد الحظر؟ زاد لأنه زادت الساعات، يعني هو تناسب طردي 100%، كل ما زاد الوقت اللي قاعدين فيه مع بعض راح تزيد المشكلة تتفاقم أكثر، والكورونا هي اللي خلتها فعليا توصل لحد الانفجار، انه توصل فيه انه اعمل اللايف واحكي للناس قصتي، انه بكفي خلص اللي كان عم بيصير مرتين او ثلاثة بالاسبوع صار يتسوى كل دقيقة او كل ثانية، يعني من اول يوم بالحظر على كل الساعات على كل الاوقات صار هيك الموضوع. ايه اللي صار؟ ما الذي صار لمن لم يستمع لقصتك؟ هلا للي ما سمع القصة، يعني قصة مصاري، يعني أهلي ما معهم مصاري بهذا الوقت، فحكولي إنه أطلع يجيب مصاري بأي طريقة، اللي هو أخوي يعني، وأمي ساعدته بهذا الموضوع. مش عارفة هلا عم بتضايق أما أحكي الموضوع أرجع أعيده كل مرة، بس كان إشي مزعج، يعني هو اللي خلاني أوصل لمرحلة الانفجار وأحكي عن القصة. هلا كان طبعا هاي الساين موجودة من قبل، مش إنها وليدة اللحظة أو الكورونا، بس كانت على نطاق أقل، بس الكورونا يعني صارت مصيبة لا تحتمل. تكسير كان، انه بحمد الله انه طلعت منه عادي، يعني من غير اي تشوهات او اي اصابات، يعني كان تكسير يمين شمال الازاز، تكسير الباب علي، النعت بالاسماء طبعا هاي من اول الكورونا ويوميتها كمان، وهو هيستوري عيلة وهيستوري لعائلة ذكورية بامتياز. انت الان بعيده عن المنزل، هل انت متواجده في احد مراكز الايواء مثلا؟ هل وجدت دعم كافي طيب لمساعدتك على مواجهه الموقف الذي تصفيه؟ هلا بامنوا لي منظمه انه المكان اسكن فيه، هلا لا بين ما يخلص الحظر باخذ بيت لحالي هلا مؤقتا، لانه كورونا زي ما بتعرف ما في مجال واحد يروح ويجي، فقبلوا لي الحمد لله مسكن قاعدين فيه انا وابني. أكيد أنت على متابعة يا إيمان للنقد الكبير الذي وجه إليك بمجرد أنك قمت بنشر هذه القصة أونلاين لأسباب كثيرة، مخالفتك للتقاليد، نشر أسرار العائلة وخلافه. هل أضاف ذلك لإحساسك بالعنف، نوع آخر من العنف أتصور؟ لا بالعكس حسيتها انه اتس اساين. احكي لك ليه هلا، بس صارت هاي القصه مزبوط تعرضت لهاي الانتقادات، لانه دائما اول الواحد بيعمل اي شيء لازم الناس تنتقده، بس بالنهايه كان في كثير ناس انه سبورت، كانوا الناس اللي سبورت للموضوع وتعاطفوا مع الموضوع كانوا اكثر بكثير، هذيك نسبه كثير قليله. هلا اللي صاير انه انا عم بوصلني مسجات بكميات مهوله، هذا حكيته للمعدة تحت الهواء، وأكيد مش قادر أحكي عن الأسماء، بس كان يحكي لك إنه أعداد الهائلة من المسجات اللي قرأتها، وفي لسه البندنج لسه ما قرأتهم، أعداد يعني لا تعد ولا تحصى، ومشاكل عنيفة يعني فظيعة، يعني ما بنقدر نحكيها. وفي منهم تشجعوا حتى إنه طلعت حكيت، يعني في منهم كانوا بعتين لي، إجتهم جرأة إنهم يبعثوا، في منهم كانوا نفسهم يبعثوا لي وما بعثوا، خايفين إنه أحكي أسمائهم. فهدول بعد ما طلعت باخر انترفيو مع قناه من القنوات الفلسطينيه وحكيت انه في كثير بنات قاعدين ببعثوا لي انه نفس الكيس وما عندهم الجرأه وكثير خايفين، وخايفين الناس ينتقدوهم ويحكوا انهم عم بيحكوا عن اهاليهم،
وحكوا لي قد ايه انت جريئه وقد ايه احنا عم نتعذب. ويمكن يعني في وحده قبل يومين كان صاير معها مصيبه، ما حدا بيعرف، هي ورا الباب ورا البيبان ما حدا بيعرف شو صاير. انا مش لاني حكيت انا الفريده من نوعي او انا ظاهره الوحيده في العالم ما في مني، لا في كثير بس ما بيحكوا. فبليز اللي عم بيسوي انتقادات يعرف القصه الحقيقيه، واذا هو مش مارر عليه كيس زي هيك بحياته او المنطقه او بيته الحمد لله انها منيحه، فهو مش متخيل انه في عائلات هيك، لا في عائلات زي هيك واعداد كثيره. واللي عم بيوصلني المسجات شيء بقشعر لها الابدان الاشياء اللي عم بسمعها يعني. وهلا صاروا يامنوا لي بزياده، الناس كانوا خايفين يبعثوه، صاروا يبعثوه بيقولوا لي لانه انت حفظتي البرايفيس تبعتنا وما ما حكيتيها، يعني ما حكيتي اسماء، ما حكيت هي ربما هذه أهم شيء أتصور يا إيمان، فكرة أن أهم رسالة بصرف النظر عن الدعم أو الانتقاد أو خلافه الذي تعرضت ليه أنت بشكل شخصي، هي أهم رسالة هي كل امرأة تتعرض لممارسات مماثلة يجب أن يعلو صوتها. يا إيمان شكرا جزيلا، كوني بخير سواء في كورونا أو بعد كورونا، دائما وجيد أنك بسلام الآن. إيمان الخطيب واحدة من المعنفات تحدثت إلي عبر خدمة سكايب، وهند من المغرب. يا هند أهلا وسهلا، هل زاد كورونا فعلا من فكرة العنف الأسري؟ هل واجهت هذا الأمر؟ أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أكيد أكيد أن العنف أكثر في المنازل في البيوت عند الناس، وذلك بسبب الفيروس اللي منتشر عندنا، رحمنا ربي ورحم جميع المسلمين. صعبت قضية الإجراءات، أن من تكون عندك تنهضر على حالتي الشخصية، وكنمثل بزاف من الناس اللي ما تحتش لهم الفرصة أنهم يهضروا عن دراية. كاينين الناس اللي معنفين في المنازل ديالهم وما يمكنش يقوموا بإجراءات لأن المحاكم مغلقة، ما إلا كانت تعرضت للضرب ما يمكنش تاخذ شهادة طبية لأن المستشفيات ممتلئة بالحالات اللي يمكن يكونوا مصابين بالمرض. تمام. يعني تنقاو في هذا الوقت حنا آخر هم. البعض حتى قال انه كما استمعت ان مراكز الإيواء حتى احيانا ترفض ان تستقبل المعنفات لانهم يخشون من ان تكون واحدة منهم حاملة للمرض. انت بشكل شخصي هل تعرضتي لعنف ما متزامن مع فترة الحظر يا هند؟ نعم نعم، تعرضت لعنف جسدي والعنف نفسي. في الأيام العادية كان يمكن أنني نتخذ إجراءات، أنني نمشي عند طبيب نأخذ شهادة طبية، أنني نقدم ملف للمحكمة على أساس طلب الطلاق، ولكن في هذه الفترة وفي هذا الحجز هذه تعتبر عملية مستحيلة. من من يا هند؟ اعذريني بس انا بسألك على التفاصيل، يعني هل من زوجك، هل من الأسرة، وعلى أي سبب؟ هي من الزوج ديالي، وكيكون ضغط، كيكون ضغط بزاف لان مع الحج ما بقاتش الخدمه، النفسيه ديال الناس كتولي مدهوره، اضافه الى ما تيولي واحد الاحتكاك في البيت ما تيكونش في الايام العاديه يعني، وكتكون كثرت ديك الضغوطات النفسيه، تقدر تكوني انت بالنسبه ليه ضعيفه، يعني تتكوني الطريق سهل لان اللي يقدر ينفجر فيه. طيب يا هند انا اشكرك شكرا جزيلا، وخليني اتحول للاستاذه اسيمه مرشد، هي اخصائيه نفسيه واجتماعيه وعضو اللوبي النسوي السوري. استاذه اسيمه اهلا بحضرتك، كان يفترض ان تكوني معنا صوت وصوره، لكن على الاقل على الهاتف اريد ان اسمع بعض ارائك. واضح ان لدينا خطر كبير الجميع يجمع عليه، هل لدينا خطه امان لتجاوز هذا الامر؟ يسعد مساك. الحقيقة الخطط الأمان سيدي كل سيدة لازم تعملها بالدرجة الأولى، يعني هي بمثابة نصائح، لازم تعرف حقوقها بالدرجة الأولى، لأنه إذا هي ما عرفت حقوقها الإنسانية والقوانين المكان اللي هي فيه قوانين الحماية فما بتقدر تحمي نفسها.
الخطوة الثانية إن تشكل شبكة حماية لنفسها، إن كان أقارب إن كان جيران إن كان شبكة محلية أو خط ساخن إذا كان متوفر بالبلد اللي هي فيه، لكن تنتبه إنه تكون هاي الشبكة أو الأشخاص موثوقين، يعني تقدر هي توثق فيهم. كمان في نقطة إنه توثيق العنف إذا أمكن خلال تسجيل صوتي أو الصور وإرساله لأحد من المعارف أو الخط الساخن، هذا كتير بيساعد. يعني ما حدا بيقدر يساعدك إذا أنت ما حبيتي تساعدي نفسك، هاي الشيء بمعرفة حقوقك. يعني ما في شيء اسمه موافقة مستنيرة لما ترجع أي سيدة لحتى لتقديم التدخل الاجتماعي، إذا ما كان في موافقة مستنيرة من قبلها، موافقة واعية وقابلة أنه هي يصير في تغيير، فما بتقدر تغير. فهي لازم تكون واعية بكل خطوة، وما تخلي ما تسمح لأي نوع من الاستغلال، إن كان من قبل زوجة أو أهلها أو مقدمين خدمة حتى. طيب أنا أستاذة سيما، أنا أدعو حضرتك أن تبقي معي أرجوك، لكن في الجزء التالي من البرنامج، لأن الجزء الأول التلفزيوني للأسف انتهى، استمعنا الكثير من الشهادات لتزايد حالات العنف الأسري بالتزامن مع البقاء في المنزل وانتشار فيروس كورونا والحظر في دول كثيرة. أستاذة أسيمة ستكون معي في الجزء التالي عندما نستكمل استقبال الاتصالات الهاتفية على راديو بي بي سي مع أنا محمد عبد الحميد.